يمكن أن يسأل سائل فيقول: أليس الله يأمر الملك الموكل بالأجنة إذا تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح، جاءه الملك وكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد؟ هذا دليل على أن هذه الكتابة أنها متأخرة وقت وجود الجنين. نقول: هذه تفصيل للكتابة السابقة، وهذا مأخوذ من الكتابة السابقة. كتابة الملك مأخوذة من الكتابة السابقة التي في اللوح المحفوظ. جاء أيضا في ليلة القدر أن الله يقدر ما يجري في السنة، ما يجري في السنة من حياة أو موت أو جدب أو خصب أو ما يجري فيها، أو رخص الأسعار أو غلاء الأسعار أو الحروب أو غير ذلك. هذا كله في ليلة القدر، ولذلك سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يجري في السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. الجواب كما سبق أن الكتابة ليلة القدر مأخوذة من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، فالكتابة العامة في اللوح المحفوظ يأخذ منها الملائكة بأمر الله جل وعلا الكتابة على الجنين والكتابة في ليلة القدر، فهي كلها مأخوذة من الكتابة السابقة، فلا تنافي ولا تعارض بين الأدلة.